نعطيه الفرصة الآن للرفيق مني أركم الناوي، ولا شك أنه منير عبد الظريف، فليتفضل. تكررها الشباب والشابات في شوارع السودان هي كلمات أساسها حقيقة أو في الحقيقة أساسها لها أبعاد بعيدة جدا وعميقة. الحرية، الحرية إنسان يخلق حرا طليقا في المجتمع وفي ذاته وفي نفسه، لكن يسيطره وتسيطره الأيادي الآثمة من الدكتاتوريات، وهذا العدالة. هنا في الدنيا، في الدنيا حتى الإنسان والحيوان، الإنسان والحيوان أي حي في الدنيا محتاج للعدالة فيما بينهم. فكيف يحكم أو يحكم بلد مثل السودان فيها أكثر من 500، فيها أكثر من 500 إثنية، وكذلك في المحسوبية في السلطة والمحسوبية في الوظائف وغيرها، وتفريق الألسنة وتفريق الأديان والعنصرية وغيرها والديكتاتورية. هذه الحكومة مستمرة بهذه الأشياء في القرن 21، اللي الناس انطلقوا من كل الأساسيات ووضعت الأمم المتحدة كل القوانين التي تجمع الإنسانية فيها، لكن الحكومة ارتكبت 3 جرائم كبيرة في القرن 21، فهي أكبر جرائم في العالم، وخاصة آخر جرائم ستحصل في القرن 21 في ظل حكومة البشير، وهي أولا الإبادة الجماعية، هي أكبر جريمة وستكون آخر جريمة ارتكبها عمر حسن أحمد البشير في حق الشعب السوداني. جريمة تقسيم الشعب السوداني إلى شعبين. الشعب السوداني هو بمزاجه وحدة الإنسانية وتجاوز كل شيء وانطلق إلى آفاق أخرى، ولكن هذه الحكومة ما زالت هي مستمرة في تفريق الشعب، في تقسيم الإثنيات، وفي تسمية الله، وفي وكذلك في المحسوبية في السلطة والمحسوبية في الوظائف وغيرها، وتفريق الألسنة وتفريق الأديان والعنصرية وغيرها والديكتاتورية. هذه الحكومة مستمرة بهذه الأشياء في القرن 21، اللي الناس انطلقوا من كل الأساسيات ووضعت الأمم المتحدة كل القوانين التي تجمع الإنسانية فيها، لكن الحكومة ارتكبت 3 جرائم كبيرة في القرن 21، فهي أكبر جرائم في العالم، وخاصة آخر جرائم ستحصل في القرن 21 في ظل حكومة البشير، وهي أولا الإبادة الجماعية، هي أكبر جريمة وستكون آخر جريمة ارتكبها عمر حسن أحمد البشير في حق الشعب السوداني. جريمة تقسيم الشعب السوداني إلى شعبين. الشعب السوداني هو بمزاجه سماه شعب أفريقيا وشعب العرب، ولكن الشعب السوداني في شوارع السودان كذب البشير، قالوا نحن جميعا أفريقيا ونحن جميعا عرب، كويس، وقسم السودان إلى سودانين أفريقي وعربي، في الوقت انه الحقيقة تنكر ذلك وحقيقة ترفض ذلك وحقيقة تأبى ذلك، ولكن البشير ارتكب هذه الجريمة، جريمة كبرى كبيرة جدا. ولأول مرة الحكومة بإرادتها وبإرادة سياسية وبإرادتهم الشخصية وبالعنصرية قاموا قسموا الشعب إلى دينين، في الوقت انه في السودان في أكثر من دين واحد، أكثر من دينين، قسموا بالمسيحيين وقسموا بالمسلمين، ولكن أزقة وشوارع السودان وشباب السودان اللي هم ذات ولدوا وفي عامار وعمارهم عمارهم جميعا أو 90% منهم في الفئة 20 إلى 30 أو أقل، فهم جميعا ولدوا في ظل الإنقاذ، رفضوا، قالوا نحن مسلمون، نحن مسيحيون، نحن غيرنا من الأديان، ولكن
نحن سودانيين اولا، فهذا ما قالوا وكذبوه. ده ثلاثه جرائم اساسيه ارتكبتها الانقاذ وارتكبها عمر حسن احمد البشير، والان هو سقط يا جماعه، مش يسقط، هو سقط اصلا، هو سقط. لكن احنا محتاجين لترميم ما تبقى من مخلفاته العفنة لكنس البلد ونظافه البلد من المخلفات الانقاذ، لكن الانقاذ سقطت. طيب نحن من هنا اليوم نعلن جميعنا اننا ابناء اخوان اباء امهات شهداء الذين سقطوا من تاريخ من اول يوم الى اخر يوم هذا، جميعنا ابائهم، جميعنا امهاتهم، جميعنا اخوانهم، جميعنا اخواتهم. نحن من هنا نعلن باننا نستمر وندعم هذه الثورة الشبابية، الثورة الطلابية، ثورة الحرية، ثورة العدالة، ثورة الشباب وثورة المرأة، ثورة المساواة التي تهدف وتزيل في شوارع السودان من هذا اليوم أو من قبله، كما كنا ندعمها. نحن ندعمها بما لدينا من الطاقة، وآخر ما لدينا أن احنا نبذلها في هذه الثورة، وسوف نقف من وراء ابنائنا واخواننا واخواتنا الذين الان يموتون امام جلادين فهم يقابلون الرصاص بصدورهم العاريه. نحن من هذا اليوم نعلن باننا ابناء للمراه السودانيه التي عانت وستعاني في ظل هذا النظام، التي عانى وسعتعاني في ظل هذا النظام. نحن ابناء واخوان للمرأة السودانية التي قدمت في حياة الدنيا، في حياتها، ما لم يقدمها الرجل الى الابد. فنحن ابناء لهذه المرأة، نحن اخوان لهذه المرأة، فلذلك هذه الثورة تعتبر ثورة الرجال وثورة النساء وثورة تحرير المرأة السودانية، ثورة تحرير المرأة السودانية من القيود والذهنية الرجالية والرجولية التي سيطر عليها هذا النظام. نحن من هنا نعلن بأننا جميعنا في كل فئاتنا نعلن بأن هذه الثورة هي ثورة بداية لنهاية الإنقاذ، وكل ما لدينا من الطاقات سواء كان في الجيب او في القلب او في الراس او في اليد نحن معاه الى الاسقاط. واشكركم كثيرا في هذه اللحظه، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وتعالى وبركاته، والسلام عليكم. هذا الواضح وما في الدف.